مشاهدين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم. مستمرون معا في هذه التغطية المباشرة، حيث تمر منطقة الشرق الأوسط الآن بالكثير من حالة التوتر التي تنتاب غزة ولبنان وسوريا. في سوريا أعلنت عدد من الفصائل المسلحة سيطرتها على عدد من المواقع والمدن مثل حماة وحلب، وفي اتجاهها إلى حمص وربما دمشق. كذلك اليوم في غزة شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية عددا من الغارات سقط على أثرها عدد من الشهداء والمصابين. أما في لبنان فقد بدأت آلية وقف اتفاق وقف إطلاق النار بدأت عملها بوصول المشرف الأمريكي على هذه اللجنة الخماسية. لمزيد من الأسئلة والمحاور اليوم التي سنطرحها نناقشها مع الدكتور أحمد الشحات خبير الأمن الإقليمي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا دكتور أحمد. أهلا وسهلا. اليوم سنناقش مع حضرتك مجموعة من المحاور، طبعا أهمها الأحداث الساخنة الآن في سوريا. نبدأ معنا مشاهدينا بمتابعة لأهم الأخبار، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 15 شخصا في قصف إسرائيلي جديد للشجاعية وخان يونس، من بينهم 3 عاملين مع منظمة المطبخ المركزي العالمي غير الحكومية. كما استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال لمنزل في حي الرمال بوسط غزة. كذلك ارتكب جيش الاحتلال 4 مجازر خلال الساعات 24 الماضية، راح ضحيتها 19 شهيدا وأكثر من 70 جريحا. من جانبها أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع أعداد الضحايا منذ 7 من أكتوبر من العام الماضي إلى 44,382 شهيدا ونحو 105,142 مصابا. وقد أكدت هيئة العمل الوطني والأهلية الفلسطينية أن نحو 90% من سكان القطاع يعانون انعدام الأمن الغذائي، ووصلت المجاعة إلى مراحل متقدمة خاصة في مناطق الشمال. كذلك أوضحت الهيئة أنه وفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة فإن نحو 75,000 شخص في غزة ليس لديهم فرصة للبقاء أحياء مع انعدام الأمن الغذائي، مشيرة إلى أنه مع حالة الطقس البارد تضاعفت المعاناة بفقدان المأوى لأن الخيام غير مهيئة لفصل الشتاء، فضلا عن البنية التحتية المدمرة في القطاع مما أسهم في انتشار الأوبئة والأمراض. أما في لبنان وفي اليوم الرابع من بدء سريان وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، قال جيش الاحتلال إنه نفذ ضربة على مواقع لبنى تحتية عسكرية قريبة من الحدود المشتركة، وأنه يحظر على سكان لبنان الانتقال إلى عدة قرى في مناطق الجنوب. يأتي هذا في الوقت الذي تتبادل حكومة إسرائيل وحزب الله اللبناني اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم وصول الجنرال جاسبر جيفرز إلى العاصمة اللبنانية بيروت ليشغل منصب الرئيس المشارك لآلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن الولايات المتحدة ستترأس آلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله التي ستضم القوات المسلحة اللبنانية والقوات الإسرائيلية وقوة الأمم المتحدة في لبنان يونيفيل وفرنسا، ويساعد هذا الفريق في مراقبة وتنفيذ وقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل والذي دخل حيز التنفيذ منذ 3 أيام، ويتضمن السماح لسكان لبنان وإسرائيل ببدء في العودة إلى منازلهم في المناطق الحدودية المشتركة. أما في سوريا التي سنتابع ملفها بمزيد من التوسع اليوم، فقد أفادت تقارير إعلامية سورية بأن فصائل مسلحة سيطرت على مطار حلب الدولي وبلدات استراتيجية أخرى في محافظتي إدلب وحماة المجاورتين.
يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش السوري اليوم إعادة الانتشار في مدينة حلب. وأكدت التقارير السورية أن الفصائل المسلحة تقدمت باتجاه ريفي حماة الشمالي وإدلب الشرقي وسيطرت على عشرات البلدات الاستراتيجية فيهما. كذلك أعلن الجيش السوري أن الفصائل السورية المسلحة تمكنت من دخول أجزاء واسعة من حلب، وبدأت كذلك الدخول إلى مدينة معرة النعمان القريبة، ثانية كبرى المدن في محافظة إدلب. كما أعلن الجيش السوري انسحابا مؤقتا لقواته في مدينة حلب بهدف التحضير لهجوم مضاد على فصائل المعارضة. الجيش قال إن هذا الانسحاب يأتي في إطار جهود إعادة حشد القوات قبل وصول تعزيزات لشن الهجوم المضاد. وقال مصدران عسكريان روسيان إن مقاتلات روسية وسورية قصفت عناصر معارضة تمركزوا في مواقع في ضاحية بمدينة حلب في شمال سوريا كانوا قد سيطروا عليها أمس. استهدف القصف أيضا بلدات وقرى سيطرت عليها قوات المعارضة في عملية مباغتة في معقلهم، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوتها الجوية قضت على ما لا يقل عن 200 مسلح في محافظتي حلب وإدلب خلال يوم واحد. ومنذ بدء الهجوم يوم الأربعاء الماضي أسفرت العمليات العسكرية عن مقتل نحو 330 شخصا على الأقل، منهم 183 من هيئة تحرير الشام وفصائل المعارضة، و100 من عناصر الجيش السوري والمجموعات الموالية له، إضافة إلى 44 مدنيا وفقا لآخر حصيلة. بحث وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام صباغ التطورات الأخيرة في سوريا خاصة في حلب وإدلب. في هذا الاتصال استمع وزير الخارجية بدر عبد العاطي إلى شرح وتقييم من نظيره السوري للتطورات الأخيرة في سوريا، وأعرب عبد العاطي عن قلقه إزاء هذه التطورات، مؤكدا موقف مصر الداعم للدولة السورية الشقيقة ومؤسستها الوطنية وأهمية دورها في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقرارها ووحدة أراضيها. وقد أثارت التطورات العسكرية الأخيرة في سوريا وسيطرة الفصائل المسلحة على أجزاء واسعة من محافظة إدلب التي تعد العاصمة الاقتصادية للبلاد هي وحلب، أثارت تساؤلات حول طبيعة أهداف التصعيد الأخيرة وطبيعة القوى التي تقف وراءها. نتابع التفاصيل من خلال هذا التقرير. عودة إلى البداية، هكذا يبدو المشهد في سوريا عقب الهجوم المباغت الذي شنته فصائل المعارضة المسلحة في 27 من نوفمبر الجاري على محافظة حلب ثاني كبريات المحافظات السورية، فضلا عن إدلب وحماة، ليعود إلى الأذهان ما كانت عليه سوريا وقت اندلاع الثورة عام 2011. التطور الأخير للوضع في سوريا جاء بعدما تمكنت الفصائل المسلحة بقيادة ما يسمى بهيئة تحرير الشام من التقدم بدون مقاومة كبيرة من الجيش السوري، فضلا عن تمكنها خلال الساعات الماضية من دخول أجزاء واسعة من أحياء مدينة حلب والسيطرة على مطارها ثاني أكبر مطار دولي بعد دمشق، ليصبح أول مرفق جوي مدني تحت سيطرتها. وترافق ذلك مع تقدم فصائل المعارضة في ريفي حماة الشمالي وإدلب
الجانب الشرقي، حيث سيطرت على عشرات البلدات الاستراتيجية من بينها خان شيخون ومعرة النعمان في إدلب واللطامنة ومرك وكفر زيتا في حماة. وأتاح الهجوم سيطرة مقاتلي الفصائل المعارضة على أكثر من 80 بلدة ومدينة في الشمال السوري حتى اللحظة، بما فيها مدينة سراقب الرئيسية جنوبية حلب الواقعة عند تقاطع طريقين سريعين يربطان دمشق بحلب واللاذقية. الهجوم المباغت لفصائل المعارضة الذي جاء في وقت كان يسري في إدلب منذ 6 مارس عام 2020 وقف لإطلاق النار أعلنته موسكو وأنقرة يثير تساؤلات، حيث يبدو النظام السوري في هذه اللحظة كأنه متروك من حليفيه الرئيسين إيران وروسيا التي اكتفت حتى الآن بشن غارات شكلية، ولا سيما أنه جاء عقب إعلان حزب الله والاحتلال الإسرائيلي الموافقة على بنود المفاوضات التي طرحتها الإدارة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان، وهو ما أرجعه مراقبون إلى رغبة تلك الفصائل في اغتنام فرصة الإنهاك الذي أصاب حزب الله المدعوم من إيران جراء حربه الأخيرة مع الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن الاستفادة من الغموض الذي يشوب العلاقة بين تركيا وروسيا من جهة والنظام السوري من جهة أخرى. إذن بعد سنوات من شبه الهدوء في مناطق الشمال السوري تعود مرة أخرى هجمات الفصائل المسلحة. أجدد الترحيب بحضرتك مرة أخرى دكتور أحمد الشحات. الآن السؤال عن دلالة التوقيت، لماذا الآن تعود حالة التوتر إلى الشمال السوري وتعود مرة أخرى هذه الهجمات من الفصائل المسلحة؟ يعني أنا أرى أن يعني هناك سياسة يعني أسميها سياسة الدومينو التي تتحرك من أراضي المحتلة بفلسطين، ثم تتحرك للبنان، ثم تتحرك للداخل السوري، ومن الممكن أن تتحرك لدول جوار أخرى، يعني لا أريد أن أسميها في الوقت الراهن. في هذا الإطار يعطيني أن هناك تصور للدول الكبرى، وهناك بمساعدة الدول الإقليمية لإعادة تشكيل الترتيبات الأمنية بمنطقة الشرق الأوسط، مستغلة تراجع التأثير الإيراني بعد حرب إسرائيل ضد حزب الله، فكرة يعني تقلص القدرات العسكرية لحزب الله سواء، وبالتالي بينعكس على تواجدها وتأثيرها في الداخل السوري، بالإضافة إلى مهاجمة أو وضع إيران بشكل مباشر أمام إسرائيل في إطار دوائر الفعل ورد الفعل. يستغل أيضا تراجع روسيا في اهتمامها الأمني بهذه البقعة المهمة الاستراتيجية الأولى لها في منطقة الشرق الأوسط، وانشغالها بحربها في أوكرانيا في ضوء الأولويات. ففي هذا الإطار وجدت هذه الفصائل المسلحة التي أؤكد أنها لا تتحرك بهذا النهج قبل 3 أشهر إعداد على الأقل، وسط دعم أقليمي مهم أو دولي من خلال توفير العتاد، طائرات مسيرة، أسلحة، يعني هذا الشكل الممنهج، معلومات استخباراتية، بالإضافة إلى تراجع أو تقدير موقف بتراجع السيطرة الأمنية الروسية على هذه السورية على هذه المنطقة المهمة كما ذكرت في التقرير، سواء بداية من إدلب ثم حلب ثم إلى الأماكن حما ثم من الممكن أن حمص. هذا الموضوع في العمق السوري، العمق السوري الشمالي، وهذا الشريط هو الأهم بالنسبة لتركيا، فإذا لم يتم السيطرة عليه من خلال روسيا ونتدخل بشكل مباشر بدعم من إيران والقوة الداعمة والنظام السوري طبعا بشكل كبير، أنا هذا يؤشر بشكل واضح لاستهداف النظام السوري وإعادة تقسيم هذه المنطقة، الهدف الذي كان على يعني على 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 مخطط الأفكار في منطقة الشرق الأوسط، التغيير ليها تبدأ من سوريا، في نفس الوقت تنشط جماعات الإرهابية المتواجدة لتنظيم داعش، في نفس الوقت من الممكن توظيف هذه الجماعات المسلحة يعني ضد قوات سوريا الديمقراطية للقصد. فهذا الموضوع يأتي في مصلحة قوى إقليمية ودولية، ويتأثر بها سلبا بشكل كبير قوى أيضا دولية
وإقليمية، فهناك طرف له مصلحة في هذا المشهد وهو إسرائيل في المقام الأول، استغلال لحالة التوتر في هذه المنطقة تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية، والتخلص من أي أواصر تربط يعني المنطقة الحاضنة لإيران وحزب الله في إطار دعمها لحزب الله مستقبلا. هل معنى كلام حضرتك أن إسرائيل هي التي تذكي نار الصراع في سوريا وتدعمه بشكل أو بآخر، أم أن هذه الأحداث يعني جاءت على طبق من ذهب لها لنقل الصراع من لبنان إلى سوريا المجاورة؟ تعودنا في منطقة الشرق الأوسط ليس هناك تصورات عفوية، نتعامل في صراعات عسكرية بتنشئ في النهاية أو تنتج تقسيم دول أو تهديد دول أو تهديد أراضيها وسيادتها بشكل كبير. أن الأمور مخطط لها، ممنهجة ومخطط لها، وهناك أطراف دولية وإقليمية لها مصلحة في هذا المشهد. يعني قولا واحدا فكرة العفوية في إعداد هذه القوات بهذا الشكل، وهيئة تحرير الشام التي تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية جماعة إرهابية بشكل مباشر ودعمها بهذا الشكل، لابد أن يعني وانخراط تركيا في هذا المشهد من أهمية هذه المنطقة، لأن هناك أعداد كبيرة يعني تحت المظلة التركية، وهناك اهتمام كبير من الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هناك سابق دعم إذا ذكرنا سابقا من إسرائيل لهذه الجماعات تلعب دورها في الداخل السوري. ضمن المعلومات الواردة أن المرصد السوري يقول أن الفصائل المسلحة سيطرت على أكثر من 120 مدينة وقرية في نحو 48 ساعة فقط، يعني يومين فقط. هل هناك تفسير لهذا؟ تفسير حضرتك، هل هناك تراجع للقوى العسكرية للجيش السوري، لم يستطع أن يسيطر على هذه المدن أم ماذا؟ هذه المناطق كانت مناطق خفض التصعيد، وطبقا لاتفاقية الأستانة في 2020 والاتفاق ما بين الرئيس الروسي والرئيس أردوغان أن سيتم تشكيل هذه النقطة أو تشكيل نقاط مراقبة 12 من تركيا و12 من روسيا في هذه المنطقة. فكرة تخطي وتجاوز كل ما تم الاتفاق عليه من الأستانة يدعنا في إطار أن هناك عدم اعتراف بهذا المشهد وفي اتجاه للتصعيد بشكل مباشر. فكرة عدم وجود قوات أمنية إيرانية أو سورية في هذا المشهد يعطينا انطباع أن هناك فشل استخباراتي، فشل أمني، عدم تكثيف الجهود وتوظيف الآليات لتأمين هذه المحافظات الهامة اقتصاديا والهجمة في المساحة، لأن حلب تعتبر كما ذكرت حضرتك في التقرير هي ثاني أكبر مساحة، وهي يعني محافظة استراتيجية، وفكرة يعني اختراقها والسيطرة عليها بهذه السرعة، قوات سوريا الديمقراطية نفسها القوات المسلحة أو العناصر المسلحة التي تم تحركها من إدلب إلى حلب هم تفاجأوا بسلبية رد الفعل وانسحاب القوات، وليس هناك في المقاييس العسكرية فكرة انسحاب القوات لاستعادة أو للضغط أو لاستعادة الكفاءة مرة أخرى، إعادة تمركز أو تموضع. لا طبعا، يعني كلام غير موضوعي، هم خوفا من الهزيمة بشكل مباشر، لأن هناك اختراق وهناك ضعف في السيطرة وهناك معلومات استخباراتية محدودة لم تؤشر ولم تعطي استشراف بما يحدث الآن. فبني على هذا التحرك، تحرك على إدلب نفسها، وهذا الانتصار يرتكز عليه لتحركات أخرى كما ذكرت في تاريخ حركة في حما وغيرها. طيب، ينضم إلينا أيضا لمزيد من المناقشة الدكتور حامد الصراف أستاذ العلوم السياسية، ينضم إلينا من بغداد. أهلا وسهلا بحضرتك معنا دكتور حامد. هل تتفق مع التفسير لضيفنا في الاستوديو اليوم الدكتور أحمد الشحات بأن هذه الفصائل المسلحة حاولت الاستفادة من يعني الانكفاء الإيراني على الداخل كما تابعنا من خلال حرب غزة وحرب لبنان، وكما تابعنا على مدار عام كامل هناك اهتمام إيراني بالقضايا الداخلية وليس بسوريا تحديدا، رغم أن بعض المسؤولين الإيرانيين اليوم طالعون بأن الدعم الإيراني لسوريا مستمر؟ نعم، مساء الخير عليكم، شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة، تحياتي لكم ضيفكم الكريم والجمهور المتابعين الأعزاء. الحقيقة هناك أشبه بالمباغتة كما حدث مع مدينة الموصل شمال العراق يعني في 2013، يعني أيضا كانت هناك استعدادات يعني من قبل تنظيم داعش أو ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام
هذه أنا أعتقد يعني جازما من تجربة العراق، هذه عملية مخابراتية محضة. هناك تعاون بين أجهزة المخابرات، إذا كانت CIA المخابرات المركزية الأمريكية، إذا كان الصهاينة، وإذا كان أيضا دول الجوار الحقيقة التي تستفيد من يعني أولا خلق الفوضى هذه والتقسيم والأطماع التاريخية في كل من سوريا والعراق، مثل ما شفنا يعني أيضا تجربة العراق قاسية كانت، استمرت تقريبا 4 سنوات إلى 2017 تم تحرير الموصل والأنبار وصلاح الدين، ويعني في حزام بغداد أيضا كان هناك تهديد واضح من قبل هذه التنظيمات الإرهابية. يعني التنظيمات الإرهابية التكفيرية الحقيقة صناعة أمريكية لا تقبل الشك، لأنها كما صنعت القاعدة في أفغانستان في زمن رونالد ريغان في الثمانينات من القرن الماضي، يعني التصدي للسوفيت في أفغانستان، أيضا صنعت داعش وأيضا أبو مصعب الزرقاوي. وأنا حسب المعلومات الواردة الآن أن هناك قطعات من هذه التنظيمات، ما يسمى يعني جبهة النصرة أو اسم جديد هيئة تحرير الشام، عدد منهم من سجناء يعني الدواعش في بعض السجون، وقسم منهم وما زالوا، أنا معلومات اللي متوفرة لدينا أنه ما زالت هذه المعسكرات يعني بالخفاء تعمل في العراق في وادي حوران وفي تلال حمرين يعني في شمال العراق قريب الموصل، وهذه الحقيقة تحت إشراف الـ يعني القواعد العسكرية الأمريكية وحلف الناتو في العراق. يعني هذه أيضا مسألة كانت مهيئة منذ فترة لمثل هذه الأحداث. نعم نعم أكيد هي كانت مهيئة واستغلت في فترة غياب حزب الله من الساحة السورية بعد انشغاله خلال 11 شهر تقريبا في يعني مساندة حماس في غزة والجبهة، يعني وطبعا الفصائل الفلسطينية عموما، وأيضا يعني تخفيض مستوى الدعم الإيراني والروسي، أيضا لا ننسى أيضا روسيا انشغالها في أوكرانيا الآن أيضا قلل إلى حد ما من التواجد قطاعات عسكرية. طيب. رغم وجود مثل ما نعرف أنه قاعدة جوية وقاعدة عسكرية في طرطوس في سوريا، لكن أنا أعتقد هذه وسيلة ضغط، وهي أخذت الآن أكثر اتساعا من الواقع الميداني منه في البروباغاندا الإعلام المبرمج. يعني نشرك معنا ضيفنا دكتور أحمد. دكتور أحمد، الآن بعد كل ما حدث، ما هي أهداف هذه الفصائل المسلحة وما هي طموحاتها في المرحلة القادمة؟ هذه الفصائل اللي هي بطبيعة تشكيلها معظمها مرتزقة وليس لهم مشروع سياسي حقيقي يعني، وتم استخدامهم في عمليات خارج سوريا في مهام مختلفة سواء في غرب ليبيا أو ضد سوريا الديمقراطية في بعض المناسبات يعني القتالية. في هذا الإطار هي تتحرك طبقا لأجندة من يحركها، يعني هناك قوى إقليمية كما ذكرت، هناك قوى إسرائيل في المشهد لعدم إغفال الدور الأمريكي في الدعم، فلن تتحرك في مساحات جغرافية أبعد إلا تحت سيطرة وتحت غلاف مظلة داعمة بشكل مباشر، فهي ليس لها مشروع ولكن لها هدف، مثلا استهداف النظام السوري، استهداف سوريا الديمقراطية، التمسك وزيادة رقعة التأثير والتمسك بالأرض لزيادة النفوذ. رقعة النفوذ هي الأهم بالنسبة لها لهذه النوعية، لتعزز موقفها وتزيد مطالبها وتقايد حتى الدول التي ترعاها وتواجه بشكل كبير النظام السوري. حضرتك أشرت منذ قليل إلى أن الهدف الأمريكي هو التغيير في المنطقة. هو التغيير وإحياء إحياء الأزمات في هذه المنطقة ليفرض تواجد عسكري مكثف، وأيضا أن الإدارة الأمريكية الحالية تتصارع في هذا الاتجاه لتوطير المنطقة من خلال سوريا لتصدير أزمة وتصدير مشهد جديد وتصدير تحدي لإدارة ترامب القادمة، لأنها تدرك أن إدارة ترامب في تعاملها مع الداخل السوري كان تعامل يعني مثالي، أو تعامل كان بيقتصر على تقليص القوات وعدم الانخراط بشكل واضح في هذه الأزمة وحالة الصراع. طيب دكتور حامد، كيف يمكن أن نفسر الموقف التركي
من هذه الأحداث. هناك من يرى أن تركيا يعني ترفض استهداف هذه الفصائل، وهناك من يرى أنها هي نفسها تتضرر من وجود هذه الفصائل عند المناطق الحدودية، ولكن هناك من يرى جانب آخر في المسألة، وهو أن تركيا تستغل الأمر لإيجاد مزيد من الضغوط على الجانب السوري قبل انعقاد أي لقاء قمة بين الرئيسين، ومن ثم تحقق تركيا عددا من الأهداف من واقع ذلك. بالتأكيد هناك خلاف، يعني هناك أيضا تعثر في المفاوضات، يعني أعتقد كانت هناك أكثر من 20 جولة من المفاوضات بين المسؤولين في أجهزة المخابرات والعسكر يعني في وزارة الدفاع في كلا الدولتين، لكن اللي اتضح أن هناك بعض المطالب التركية الحقيقة صعب جدا أن تنفذها الحكومة السورية، وهذا شاهدناه في المؤتمر القمة العربي الإسلامي في عقد في الرياض في 11 نوفمبر الجاري، لما ترك السيد أردوغان قاعة المؤتمر بداية خطاب الرئيس بشار الأسد، ومعه أيضا كان أمير قطر، كان هناك احتجاج مؤشر أنه لم يكن هناك توافق، خصوصا يعني في المفاوضات التي جرت في أستانا وفي سوتشي في روسيا الاتحادية كان هناك وساطة، يعني مثل ما نعرف هناك لجنة رباعية من روسيا وسوريا وإيران وتركيا، يعني تقريبا تذللت بعض الصعوبات لكن توقفت المفاوضات أو المباحثات عند نقطة إشراك هذه الجبهة التي الحقيقة تدعمها تركيا بعض القطاعات في شمال سوريا، من أنه تكون جزء من المرحلة القادمة في العملية السياسية بعد تعديل الدستور، أيضا قرار دستور جديد لسوريا وتنحي بشار الأسد، ومن هذه الشاكلة من المطالب. لكن الشرط السوري كان هو استمرار المفاوضات، شرط أن يعني تنسحب القوات التركية من كل الأراضي السورية، وأيضا طبعا انسحاب القوات الأمريكية ومن تدعمهم في حقول النفط في يعني قريب دير الزور، وهذه أيضا مطالب مشروعة للحكومة السورية، لأنه لا يمكن الاستمرار بمفاوضات ونجاح الاتفاق بين هذه الدول والأرض محتلة، الأرض السورية أو مجزأة الحقيقة الآن لا تتمتع بوحدة الأرض ووحدة الشعب أيضا، ولذلك المطالب هذه. نعم روسيا كانت يعني لحد ما تؤيد المطالب السورية، وكان هناك مفاوضات، لذلك أنا أقول هذه المباغتة يعني جاءت في خضم هدوء معين بين الطرفين، لكن أنا أعتقد اللعبة الدولية وهي ترحيل أزمات المنطقة إلى الحكومة إلى الإدارة الأمريكية. اسمح لي أن نناقش الموضوع من زاوية أخرى دكتور أحمد، يعني بالنسبة للدلالات الزمنية حضرتك أشرت إليها منذ قليل، لكن بالنسبة للدلالات المكانية يعني من ناحية تمركز الفصائل المسلحة في مناطق الشمال السورية حلب إدلب اللاذقية وثم جنوبا اتجهت إلى حماة ومن ثم بينها وبين حمص نحو 50 كيلومترا فقط، لماذا التمركز من هذه الفصائل في هذه المناطق بالتحديد، وأين كانت قوات الجيش السورية؟ هل هي يعني تتموضع حول العاصمة دمشق لحمايتها فقط وتهمل مناطق الشمال؟ هل هذا يمكن تفسيره من الناحية العسكرية؟ يعني بداية نقطة الانطلاق وكانت التجمع الرئيسية كانت في إدلب، وكل هذه الجماعات كانت موجودة بشكل مكثف في هذه المنطقة، ويتم تدريبها ويتم توظيف العتاد ليها بشكل كبير انتظارا للحظة الحاسمة، وتم تدريبها لشهور كبيرة لهذا الهدف. فكما ذكرت في بداية الحديث هو تحرك ممنهج، جغرافية المكان بتفرض هذا التحرك بداية من إدلب للمنطقة الحدودية مع حلب، ثم التحرك لحما ثم لحمص، وهذا التحرك في هذا الاتجاه مع يعني من الممكن يتحرك شرقا ايضا في اتجاه منبج وهذا الموضوع، ولكن هذه هي مناطق سيطرة بشكل مباشر لقوات سوريا الديمقراطية، وهي في هذه المرحلة لا تصطدم مع في هذه
ولكن هذا السيناريو أعتقد أن الموضوع في ظل يعني رغبة تركيا في التخلص من قسد في هذه المنطقة التي ترعى بشكل كبير البي كي 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 وتنفذ كافة مخططاتها بالنسبة لتركيا في حالة استعداء وتنفيذ عمليات نوعية في الداخل التركي. فهناك حالة عدائية بتفرض هذا التحرك، ولكن عسكريا هي بداية مساحة التطويق، بداية من المنطقة الشمالية ثم نزولا للشمال الغربي ثم نزولا إلى حمص إلى الوصول إلى العاصمة، وهي الهدف الأسمى والرئيسي. إذا وصل لي هنا يتم التخلص من النظام أو السيطرة عليه أو الضغط عليه بشكل مباشر، وفي هذا الإطار ينجح مخطط التقسيم سوريا سواء كانت شمال وشرق وغرب وجنوب وهذا الاتجاه. وأيا كان، لكن السؤال دائما المطروح، لماذا تستعين سوريا بروسيا لمشاركتها في مواجهة هذه الفصائل؟ حتى 2016 كان ليس لسوريا بكافة إمكانياتها، كان هناك انقسام داخل القوات المسلحة، كان هناك فكر طائفي حرك وعزز من حالة الانقسام ومن حالة التشرذم، وهناك انقسامات أصبحت تشكيلات عسكرية منفردة، هناك حالة من الانعزال، هناك حالة من الاختراق داخل الجيش عزز من هذه الحالة، فأصبح هناك عدم قدرة للقوات السورية بتنفيذ مهامها القتالية، إلى أن تدخلت بشكل مباشر روسيا فأعادت مرة أخرى الاتزان العسكري في الموقف ودعمت سوريا بشكل كبير، لأن هناك ثابت رئيسي في السياسة الخارجية الروسية أن روسيا هي الدولة الأهم استراتيجيا، والنفوذ الاستراتيجي الأوحد لروسيا في منطقة الشرق الأوسط ولن تتنازل عنه. طيب السؤال دكتور حامد الآن، ما هي أوجه الاستفادة بالنسبة لروسيا من الدخول إلى دائرة الصراع في سوريا، إذا كان هناك من يرى أنها يعني منخرطة تماما في حربها مع أوكرانيا ومنشغلة بأزمات عديدة وهكذا؟ الحقيقة هي واحدة من أسباب يعني التوقيت هذا في تصعيد الوضع في سوريا هو الضغط على روسيا، يعني بعد تحقيق انتصارات واضحة، وشفنا بالأمس واليوم زيلينسكي يدعو إلى إيقاف القتال ويعني الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الروسي بوساطات مثل ما نعرف وساطات يعني صينية ووساطات أخرى، لكن أنا أعتقد هذا الضغط لم ينفع، لم يجي نفعا بالنسبة لروسيا التي الحقيقة مسيطرة على الوضع إلى حد ما، ولها مثل ما يقال علاقات تاريخية بسوريا وبالمنطقة، المنطقة الشرق الأوسط، وطبعا أيضا تريد إرضاء الجانب العربي الآن يعني في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، في نصرة أيضا لبنان مثل ما شفنا علاقاتها الآن مع مصر، مع حتى العربية السعودية، مع دول الخليج. هناك الحقيقة يعني انفتاح واضح من قبل روسيا، لأنه الآن هي بصدد مثل ما يقال السير قدما باتجاه تغيير النظام الدولي الوحيد القطب، يعني القطب الأوحد المهيمن على أمريكا والغرب. الآن يعني تعدد الأقطاب الحقيقة لصالح روسيا ولصالح الصين ولصالح يعني الدول مثل ما شفنا أنه بريكس، التحالف الاقتصادي اللي أيضا مصر جزء منه الآن دخلت، العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران، فهناك تحالف الآن قوي جدا أنا أعتقد في منطقة الشرق الأوسط سوف يحسب له حساب، وهو هذا الخوف، هذا مبعث الخوف والخشية من قبل أمريكا وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي أنه روسيا تلعب دور متصاعد. شكرا جزيلا لك دكتور حامد الصراف أستاذ العلوم السياسية من بغداد على هذه القراءة للمشهد في سوريا. شكرا لك، وكل شكر لضيفنا في الاستوديو الدكتور أحمد الشحات خبير الأمن الإقليمي، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا اليوم. ألف شكر. شكرا. ومستمرون مع المشاهدين الكرام لمتابعة آخر التطورات أولا بأول في الأخبار وفي تغطية أخرى مباشرة. إلى اللقاء.